ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين معاكم في حلقات برنامج بنت البلد، ومعانا ضيف الحلقة رضا عطية السعيد غنيم وشهرته رضا الوحش. أهلا بحضرتك. أهلا أهلا وسهلا. أستاذ رضا كان خير مثال للفقرة الأولى أو للعنوان الأول اللي احنا اخترناه، أنا اخترته بناء على شخصيته وأسلوبه وتفكيره. احنا هنتكلم عن الفيرست ستيب او بمعنى اصح الخطوه الاولى في حياه اي حد، وازاي تكون شخص ناجح، ازاي تعتبر ان حياتك بشكل بدائي هي خطوه اولى اصلا، حتى لو وقعت ووقفت تاني فانت لسه بتبدا في الخطوه الاولى. واحسن حاجه هو قالها لي في النقطه دي وانا اقتضيت بيها جدا، انا كده كده كسبان، سواء خسرت فشلت انا كده كده كسبان، انا ما بخسرش حاجه، انا في كل الحالات بتعلم وبستفيد وبكون بدات من النقطه اللي انا وقفت عندها، نقطه النجاح اللي انا وقفت عندها هي نقطه الاستفاده اللي استفدتها والخبره اللي اكتسبتها. حباك تكلمنا شويه عن موضوع الخطوه الاولى في حياه اي حد. بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا احب انعي اخواتي اللي توفوا، سواء كان اخويا مدحت بتاع البرج اللي مات غريقا في بحر السويس، واخويا حماده الطحان، وكل اخواتي ويونس عطا، وكل اخواتي اللي توفوا، مديح شتا بتاع البرج. بنعيهم لان ده يعني الحادث مؤثر معانا كلنا كشباب، حتى هو في وسط العمر بتاعنا. أيوة طبعا. فتاثرنا جميعا من الحادث يعني. الله يرحمهم جميعا. ثانيا انا زي اي شاب يعني ليا طموح وليا اهداف، نفسي اوصل واعمل حاجه تفيدني وتفيد بلدي وتفيد اهلي وتفيد اخواتي. ما ينفعش ابقى راكن ولا سلبي طول الوقت. صح. دايما الانسان لابد ان يكون عنده اراده وعزيمه قويه علشان يوصل لاهدافه ويحققها. اكيد. مفيش حاجه اسمها مستحيل. المستحيل اللي احنا بنعمله في نفسنا ان احنا قاعدين وسلبيين. يعني خطوتي حتى اللي انا بدات بيها في الانتخابات ليها مردود كبير من سنين، يعني في الاجتهاد في الدراسه في العمل. كان لي هدف، نفسي ابقى حاجه، نفسي يكون لي بصمه في مجتمعي، دي حاجه حلوه جدا. نفسي اساهم في نهضه بلدي. نفسنا كلنا كشباب نعمل حاجه ونكون على قدر المسؤوليه اللي تعطى لينا باذن الله. ما ينفعش نكون سلبيين. السلبيه طبعا بتخلينا نتدنى في كل شيء. صح. والشخص السلبي بيعود على اللي حواليه، يعني بيأثر على اللي حواليه بالظبط بالإحباط والسلب فعلا. لكن لو كان إنسان بناء وفعال في مجتمعه هتلاقي اللي حواليه كلهم بيقتدوا بيه. طيب احنا عندنا طبعا، احنا طبعا هو كلام حضرتك جميل ومنطقي جدا، وللأسف ان معظم الشباب حتى اللي بيحاولوا انهم ينجحوا بيلاقوا ناس كتير قوي بتهاجمهم، وناس كتير عايزة تحبطهم، وناس كتير عايزة توقفهم، وده طبيعي. ولكن زي ما الأستاذ رضا قال ان احنا لازم يبقى عندنا عزيمة وإصرار عشان نقدر نكمل ونتحدى. احنا كلنا بنتحدى الظروف زي ما حضرتك بتقول كده. طيب احنا عايزين نعرف ايه الدافع اللي خلاك ترشح نفسك في الانتخابات. الدافع انا شفت سلبية ولا مبالاة في كم من الشباب. ليه ما فيش شباب دخلت الانتخابات وتترشح زي الكبار اللي موجودين، مع احترام الكل للمرشحين تمام، سواء بالنسبه لهم على خط واحد. ليه الشباب بعد نفسها عن المشاركه المجتمعيه وحتى في البرلمان والتشريعات اللي بتمشي علينا وعلى اولادنا؟ المشكله فعلا ان كلهم بيبداوا يبصوا لنجاحهم او خطوه في نجاحهم متاخر قوي. بالظبط بالظبط. ابدا بدري. شارك، حط بصمتك، شارك في تشريعات بلدك، حاول تنهض ببلدك، حاول تقول لهم يا جماعه الشباب قادر على اتخاذ القرار وصنع القرار في بلده. صح. فعلا. فدي سلبيه ما ينفعش. دي حلوه جدا. طبعا ما ينفعش. ايوه بس انت قلت لنا برضو في لما قعدت مع حضرتك طبعاً. انا فهمت من حضرتك ان في كان ليك برضو حاجات كتير وانت ما قدرتش او ما وصلت لهاش او ما حققتهاش. سقف الطموحات ما بيقفش. ده كلام جميل. سقف الطموحات ما بيقفش. يعني الانسان العاقل واللي عنده امل وهدف في الحياه، ربنا استخلفنا في الارض وكلنا راحلون ونعم بالله. فلابد ان كل انسان يضع بصمه في بلده وفي مجتمعه تذكر له بعد ذلك، ان هو ساعد وبنى في بلده وفي مجتمعه وبقى انسان بناء. كلام جميل. صح. وطالما انت قادر تنجح يبقى هتقدر، قادر تحلم قادر تنجح. برافو عليك. صح. فدي اللي لازم ناخدها ولازم نفكر فيها، انا بعرف احلم يبقى انا هعرف انجح. بالظبط. وده الدافع اللي خلاني ان انا اخش، يعني زي ما بيقولوا كنت في وسط حيتان. طب انت كلمنا شويه عن مشاكل الشباب بما انك شاب يعني. والله الشباب بتعاني اولا من كسلهم نفسهم، هم بيعانوا من كسلهم. لكن لو الانسان كان بناء، الشباب لو بناءه هي هتوجد لنفسها فرص عمل. انا معاك ان في بطاله، في مشاكل بتواجه الشباب كتيره، في مشاكل بتواجهنا كلنا، بس ابدا بنفسك.
صح اصنع نفسك بنفسك. مفيش حاجه اسمها بطاله، انا انزل ادور واتعب واقع واقوم واكمل. يعني انت دي من الحاجات برضو احنا ده هنخش عليه، اللي هو المفروض اللي هو البرنامج الانتخابي اللي انت حاطه، ايه الطموحات بتاعت حضرتك ما بين بقى مشاكل اهل الدايره؟ انت بتغشي مني كده. ما بين مشاكل اهل الدايره وما بين الحلول بتاعتك. تمام. انا بلدنا، يعني سواء بلدنا الكبيره مصر او بلد الصغير دايرتي اللي انا عايش فيها، مش هقول لك ان الحياه وردي، لكن لابد ان احنا نساهم ونحط حلول للمشاكل اللي عندنا. كلام جميل. يعني احنا لو شاركنا وقلنا يا جماعه احنا عندنا مشكله في الزراعه، إيه انت فين دورك كشاب او راجل صاحب فكر او علم؟ حط حل للمشكله، اطرحه. ايوه، ما تقولش حتى لو مش هيتاخد بيه، ما تقولش انا واحد يعني من وسط. بالظبط، يعني حتى لو مش هياخده بفكرك ده، انت ساهمت وحررت ضميرك ان انا ممكن كان عندي رؤيه مثلا، وليكن نبدا بالزراعه، عندي مشكله في 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 الري والصرف، عندي مشكله يعني صعبه، مصرف كوتشينر ده مصيبه بالنسبه لاهل الحمول ومحافظه كفر الشيخ، يعني اكبر معدل اصابه بالفشل الكلوي والفيروس التهاب الكبد الوبائي هو في محافظه كفر الشيخ، وبالذات مركز الحمول وبلطيم. يعني لو في محطه معالجه كويسه موجوده تحلل الميه اللي انا هزرع بيها ارضي، اصبح كفاءه الارض عندي بتعلى. المشكله في ايه؟ المشكله ان انا كمسؤول ما ببقاش واخد بالي من كل النقط، محتاجه حد او محتاج حد هنا الشباب يحط بصمته ويوضح النقاط اللي عنده. ما نقاطعكم، معانا مداخله استاذ احمد. الو، طيب اتفضل. دي مشكله مش سهله، لان انا لو عندي محطه معالجه النهارده موجوده على كوتشينر، اصبح الكفاءه الانتاجيه للاراضي عندي بتزيد. أكيد طبعا. يعني أنا النهاردة نفسنا ناكل كلنا أكل أورجانيك. أكيد. السوق الأوروبي وأمريكا وكندا بتتمنى إن هي تستورد مننا أورجانيك. أيوه. أورجانيك 100%، هم نفسهم يوصلوا لجودة الأورجانيك 100%. وحضرتك معلش إحنا نسينا برضه في أول الحلقة نعرف الناس بحضرتك. أنت حضرتك بتتكلم كلام جميل أوي، كلام ناضج. وعندك وعي جميل أوي، وعي فكري حلو أوي. حضرتك اصلا يعني برضو نعرفه من تدارس ايه؟ انا حاصل على بكالوريوس. سوري ان السؤال ده كان المفروض في اول الحلقه. بس كلامك هو برضو ملحوظ. انا حاصل على بكالوريوس في اداره البنوك واسواق المال، وطالع ترتيب على دفعتي. درست اكتر من ماجستير مصغر في اداره الاعمال من اماكن متفرقه، من جامعه القاهره ومراكز تدريبيه، وخدته كمان عن طريق جامعه نوتنغهام البريطانيه. درست دبلومات كتيرة في إدارة الأعمال إن شاء الله، وفي الموارد البشرية، وفي إدارة الجودة الشاملة إن شاء الله. كل ده في سن صغير دبلومات. بتكون حاجة حلوة جدا إنك تعمل كل الإنجاز ده في سن صغير. هدف، حط هدف دي حاجة حلوة جدا. حط هدف واشتغل عليه. أنت فعلا يعني تنفع قدوة، قدوة بجد لأي حد ممكن يقتضي بيك إن هو يعمل. بس هو فعلا لازم نشوف كده، لازم نبدأ، لازم نبدأ بدري. لو بدأت بنفسك هتوصل. صح. طب احنا عايزين نرجع بقى للمشاكل. تمام. وازاي نحول من سلبيات لايجابيات ونبدا نكمل في المشكله؟ عايزين ننجز عشان ماشي. انا عندي مشكله في الزراعه بتمسينا كلنا، اللي هي الميه. احنا بيعتبر اراضينا بنسقيها ميه، في ميه صرف. يعني صرف صحي بالاضافه لمخلفات المصانع. اولا انا قللت الكفاءه الانتاجيه للزراعه عندي. لو كان الفدان في المحافظات اللي هي بتروى بميه النيل بيجيب 7 طن، انا عندي الفدان مش هيجيب 2 طن بالعافيه مع الرقفه. مشكلة اللي هي بتصيبني في الصحة بسبب الكلام ده في التهاب الكبدي الوبائي والفشل الكلوي، لو أنا حطيت محطة معالجة بدأت إن أنا أقلل نسب الإصابة. الأسعار العادلة للمحاصيل الزراعية كلها مشاكل بتمسينا جميعا. ده أكيد. يعني معلش النهاردة الفلاح بيكلف على الـ على الـ على الـ طن الرز لا يقل عن 6000 ل 7000 من ايراد ارض بيتاجر من 500 ل 600 مع مبيدات مع بذور مع اسمده مع حاجات كتيره. وفي النهايه يلاقي طن الرز ب 3000 جنيه. طب انت فين الايد العامله؟ فين ثمنها؟ فين ايجار الارض؟ فالفلاح كده يعني مطحون. فاحنا لابد ان يكون في مسانده محتاجه بقى ان احنا بالظبط نطرح حلول، نقيد النور في الحته دي. تمام بالظبط. نقول لهم في كذا، نطرح حلول. الجمعيه الزراعيه لابد ان هي ترجع بدورها الاساسي بالمشاركه بالبذور، وتشتري القطن بالسعر العادل اللي الدوله بتحدده، علشان ارفع عن كاهل المواطن اللي هو الفلاح البسيط عبء التكاليف ديت ويحس ان هو عايش. كلام جميل. ومعانا مداخله بعد اذن حضرتك. اتفضل. الو، معانا احمد. الو، ده كده المشكله عند احمد بقى. في مشكله يا احمد. خطوط معلش. المشكله دي عشان الوقت ناخده. حاول تتصل بينا تاني يا احمد.
طيب احنا قلنا في ظل اللي حضرتك بتقوله ده وطرح المشاكل، تمام، انت حضرتك بتتكلم عن الفلاح بصراحه دي حاجه كويسه جدا، تمام، وده الفلاح بيعاني منه الفتره، تمام، دي فعلا مشاكل، تمام، كتير قوي، وان هو عايز الدوله تهتم بيه اكتر من كده وان تقف جنبه زي ما حضرتك بتقول. بالظبط بالظبط. طيب احنا عايزين برضو، في عندنا الصيادين ومشاكلهم وبحر، انا يعني هروح للصيادين بس اقول كلمه للفلاح بس، ان الفلاح عمود المجتمع المصري. كلام جميل، صح، لان كلنا بناكل اساس، صح، تمام، واساس نهوض الدوله هو الفلاح، اقامه دوله كامله الزراعة ممكن تقوم على الفلاح. كلام جميل، صح. نرجع لحضرتك بتقولي مشاكل الصيادين، احنا عندنا في بحيره البرولوس عامه التعدي اللي حصل على الاف الفدادين في بحيره البرولوس وعدم تطهير فتحه البغاز خلى ان نسبه الاسماك اللي كانوا بيصطادوها ويرزقوا منها من وراها بفلوس كويسه بترضيهم في نهايه اليوم اصبح ما فيش الكلام ده. يعني لابد ان التعديات ديت احنا بنناشد، لان التعدي اثر على حق المواطن الغلبان اللي مش قادر يصطاد اصلا. محتاجين بقى الناس المسؤولين يعرفوا ده فعلا. فتحه البغاز لازم تتنظف وتتطهر علشان الاسماك بتاعه البحر سواء كان لود دينيس كلام ده، بس ما حدش بيتكلم فيها. المشكله ان محدش بيقول فيها. لا والله عشان برنامج فعلا حاول يتواصل بيه كتير الفتره اللي فاتت، وهو اكيد سمعنا دلوقتي، وانا بجد بعتذر له، انت وعدنا ان هنزل بحيره البرولوس، تمام، كان المفروض ان احنا هنعمل تغطيه هناك اللي هي بلدي بمعنى اصح اللي هي يلا. المهم احنا عندنا طبعا في حاجه بعد اذن حضرتك، اتفضل. انت طبعا في ظل اللي احنا فيه ده والراسماليه والناس الجامده القويه دي، الرتب المحترمه ورجال الاعمال، ومع ذلك ان اللي انا شفته ولاحظته ان حضرتك بدور ليك على يافطه مش لاقيه، انا شفتها. انت اصلا شفت نفسك ازاي وسط الناس دي؟ ما انا هقول لحضرتك اهو، فرضت نفسك ازاي في وسط الملايين اللي بتصرف في الدعايه والاعلان للمرشحين الافاضل اللي هم كلهم اخواتي وعلى خط واحد من قدر الاحترام بالنسبه طبعا. لي دي الدعايه بتاعتي. طب ما فيش يافطه خالص؟ دي الدعايه بتاعتي. طب وانت ازاي مثلا ممكن الناس انك توصل دي للناس او تتكلم؟ طبعا انا بشتغل ميداني، يعني نعرض الصور بتاعت لا بس سيبك انت، يعني في شويه كلام اللي هو كل دي شهادات ما شاء الله، يعني اللي هو ده ما قالش نصهم. الناس كتير قالت لي انت جبت ده امتى، فانا اقول له اسالني في كذا وتناقش معايا وانا ارد عليك. يعني انت مش ايه السبب ان انت حضرتك ما عملتش يفط او لافتات؟ والله الامكانيات الماديه كانت تكون منعدمه، وانا سمعت كمان ان في مطابع ما عملتش. وبعدين لما احنا كنا يعني الشباب تكاتفوا وجمعوا جزء بسيط كده من الفلوس مقارنه بالفروق الرهيبه، اصبح ان احنا بنتحارب. يعني لما يكون شاب لسه داخل ومعلش انت بتطبع ب 10 مليون والشاب بيطبع ب 10,000 وتحاربه في مطبعه، يبقى دي مش منافسه مش شريفه. فعلا، يعني على الاقل سيب الساحه. ممكن الناس هي اللي بتخاف برضو. احنا برضو عشان كده من الحاجات اللي احنا قلناها في البرنامج بتاعنا ان احنا بندعم الشباب، بس بجد وده مبدانا وده مبدئي، ان انا بدعم الشباب اللي هم زينا اللي عندهم احلام عايزين يوصلوا لها، اللي هم عايزين يحققوا احلامهم. الحلم مش مقتصر على راس ماليه على فكره، مقتصر على الاصرار. بالزبط. وعلى الخطوات اللي انا باخدها خطوه بخطوه. بالظبط كده. وكمان احنا قلنا كمان ان برضو زي ما انا قلت ان في احنا في ناس بتحارب اللي عنده حلم، واحنا ناس كتير. منهم، صح. احنا ناس من لما بنيجي نبدا نحط رجلينا على اول السلم ونبدا ننجح بس بنلاقي بس ده ما يمنعش ان انا اكمل. هكمل. انت هتتقهر لما تشوفني نجحت ووصلت لخطوتك. طاقه ايجابيه جميله قوي. انا بحب الشباب يعني. طبعا احنا نطلع من احنا عاجزنا بقى. لا ازاي ده، احنا ما نقدرش نتغافل عن دور الكبار. كلام جميل. ليس منا من لا يوكب كبيرا. هم اللي علمونا ان احنا نعمل كذا. بالظبط. لكن الشباب عصب الامه. الشباب هم العصب، لو اعتمدت عليهم هيبقى في نهضه. طبعا السؤال يا لان انت كنت بتقوليه، بتقولوا انت من حيث الرتب ورجال الاعمال انت شايف نفسك ايه في وسط الناس دي؟ انا شايف نفسي بالفكر ان انا هنافس منافسه شريفه وشرسه معاهم، وعندنا القدره كشباب ان احنا نقدر نعمل ده. كلام جميل. موفق باذن الله. وانا ان شاء الله انا عندي امل فعلا ان انا اشوفك حاجه كويسه بإذن الله. لان انت كنت مثال فعلا مشرف. انا من اول ما شفتك انا لما قالوا الاسم في الاول تخيل راجل كبير بقى وكده، وحش بقى، بقيت شاب شاب. فرحت جدا ان شاب ورشح نفسه وعمل كده، بتبقى خطوه جميله جدا. لازم كلنا نبدا، لازم كلنا نشارك. وانا بناشد الشباب من مكاننا هنا، يا شباب انزلوا وشاركوا. يعني لا، في شباب بيقول لك لا احنا هي كده برضو كده عايزك تقول لهم الكلمه دي كويس قوي، لازم انزلوا دعم اخوكم. يعني احنا دلوقتي بنقول في شباب كتير قوي بيقولوا مش هننزل، ودي اللي انا بقوله برضو. تمام. الحلقه اللي فاتت والحلقه دي صوتك حتى الصوت بتاعك ده هيفرق. أمانة. مع غيرك لو انت مش عايز ده
وغيرك اختاره، فانت كده انت تعتبر ايدت نفس الشخص اللي غيرك اختاره، لان انت اصبحت سلبي. لا، وفي حته تانية برضو مهمه، يقول لك اللي الدوله عايزاه هو اللي هيجي. طبعا الكلام ده خاطئ. لا لا، الصندوق بيحدد. مفيش الكلام ده كله، يعني الناس اللي بتلعب في دماغكم بتقول كده عشان ما تنزلوش. تمام. الدوله عطياكم مساحه وعطيالكم فرصه ان انت تنزلوا تعبروا وتختاروا اللي ينوب عنكم، اللي يعبر عنكم. تمام. طب اديني انا بقى كرساله كده كشخص مثلا نفسي احلم او بقول انا عايز اعمل بس مش قادر او مش عارف او مش قادر اوصل لنقطه معينه. اللي هيحلم ومش قادر ينفذ، انا تكاد تكون الامكانيات منعدمه وحلمت وخدت الخطوه وحطيت نفسي في التنفيذ وبقيت على ارض الواقع مرشح زي المرشحين الكبار اللي موجودين. فعلا. طيب نفترض مثلا ان استاذ رضا يعني موفقش في الحمله الانتخابيه، يعني ايه انا نجحت فعلك؟ انا نجحت ان انا عندي حلم وراه، نجحت ان انا اصبحت ان انا النهارده قدوه لشباب كانوا سلبيين، واصبحت اصح جواهم النشاط والحيويه ان هو يقدر يشارك ويشتغل ويبذل اقصى ما عنده. ما شاء الله انت عندك اراده وعندك ثقه بنفسك بجد، انا بحييك عليها. طبعا. وده طبعا اللي احنا محتاجينه في الايام اللي احنا فيها. لازم نتكاتف جميعا. كلام جميل والله، ودعوه جميله للشباب ان اللي عنده حلم يسعى له، وما تقولش انا مش هقدر، لا انت هتقدر. كل انسان فينا جواه طاقه ايجابيه، لو حاول يحرك الطاقه دي ويستخدمها ويوجهها اتجاه صح هيوصل اللي هو عايزه وهيحقق حلمه. بالظبط. ده كلام جميل وكلام بالزبط. انا بحيي حضرتك عليه بجد. بس احنا عايزين برضو نتكلم، عايزين نقول للشباب اللي هم بيقول لك احنا مش عارفين مش لاقيين شغل. طب انا طب انت يعني حضرتك فاهم قصدي، البطاله اللي احنا بنعاني منها يا ترى مين السبب فيها اصلا؟ والله هو كده كده في بطاله، احنا مش الحياه مش ورده قوي، بس يعني كل انسان بس احنا شباب نطرح رؤيه. ايوه بس يعني احنا رؤيتنا لو ربنا اكرمنا ودخلنا مجلس الشعب عندنا رؤيه مثلا وليكن في المراكز في الدائره الثالثه بتاعتنا اللي احنا فيها، مركز بلطيم على الاقل احنا عندنا بنعاني، بلطيم بتعاني من سنوات بسبب مشكله اسمها مشكله المخلفات. وصرف الصرف الصحي في البحيره اثر اصلا كمان على الصيادين. طب احنا النهارده لو المخلفات دي بنعمل لها اعاده تدوير اصبح ان انا بستخدمه في الاسمده، خلصت البيئه من تلوثه، وفرت فرص للشباب. وده محافظ كفر الشيخ. وفي بعض الدول وبعض الاماكن بدات تعمل تفرقه ما بين منتج حاجه وحاجه في استخدام البلاستيكات لوحدها، اعاده تدوير هستخدمها تاني. صح، هستخدمها في صناعات تانيه جديده. دي حاجه حلوه جدا لو اتطبقت فعلا، لو اتاثرت اصلا عندنا في محافظه كفر الشيخ. اقصد ان هو اعاده المخلفات والكلام، اقصد ان هو الباسكت نفسه في اطفال هم اللي اختاروا الحاجه دي. تمام. الباسكت نفسه يبقى هنا ده للبلاستيكات لوحدها، ده لكده. تمام. فتبقى حاجه حلوه جدا. وخدتيني للاطفال عشان تاخديني في باب التعليم. لان انا لو علمت الطفل ان ونميت فيه الثقافه دي من الصغر هيبقى عنده ان فعلا ما ينفعش ارمي الزباله في الشارع. الباسكت ده يتحط فيه كنز، الباسكت ده يتحط فيه بلاستيك، الباسكت ده يتحط فيه ورق، خلاص بقى دي ثقافه شعب. مكانك. يعني انا من الناس اللي بشوف ان التعليم اللي الياباني مثلا عندهم ان الطفل هو اللي بينظف مكانه. بالظبط. انت هتخلص وهتنزل انت هتنظف مكانك. عندنا مشكله مش هتعرف احنا عندنا مشكله بنعاني منها وانا كأم برضو جربناها، ان ازاي ابني يكنس الفصل والعامله موجوده او العامل موجود. معلش بعد اذن حضرتك احنا مش بنقول الاطفال يكنسوا الفصول، لان في اطفال او في اولاد عندهم حساسيه مش يكنسوا بس انزل لم المعلومه اللي كانت برضو اللي انا كنت بعاني منها. فاحنا ممكن فعلا نعلم اولادنا ان انت ما ترميش الحاجه دي على الارض، اللي هو التعليم زي ما حضرتك. الدول الاجنبيه ماشيين بمبدا هيلب يور سيلف، ساعد نفسك بنفسك. دي حاجه حلوه يعني جدا. حتى الطفل لما يبقى موجود في مكان. طيب معانا احمد قبل الخط ما يفصل. اتفضل. الو. بتتكلم يا احمد. الو. السلام عليكم. احمد وعليكم السلام اخيرا. الله يسعدك بصراحه، بحييك حاجه كبيره جدا على تشجيعك للشباب. يعني دايما بتتركي بصمه جميله للشباب بصراحه. كل شاب لابد ان يعني يكون في مكانته الصحيحه. شكرا. الشاب عنده فعاليه وعنده قوه. بحيي الاستاذ رضا اللي اخذ المبادره دي، بيدي دافع لكل شاب يائس من الحياه او عنده عجز ان الدنيا مش ورد ومش مش سهله. يعني الراجل بيتكلم بيقول انا خلاص مفيش ماديات مفيش حاجه جميل. بس بسعى ان احط بصمه في بلدي. كلام جميل، كلام حلو. بسعى ان احط بصمه في بلدي. فبصراحه بنحييه كل التحيه وبنقول له بفضل الله احنا وراك. هنحطها يا استاذ احمد ان شاء الله. احنا وراك وانت قدوه لينا. ربنا يكرمك. هنحط البصمه ان شاء الله. انت قدوه لينا وقدوه لكل شاب في كرة الخشعات وبلطيم والحمول وبيله، وانت معروف باخلاقك
في بلدك في 61، معروف باخلاقك في 62، الناس كلها بتحبك على خلق وعلى علم، فاحنا يعني شرفنا ان تكون يعني حد زيك قدوه لينا بصراحه. ربنا يبارك في عمرك. كلام جميل يا احمد والله. ربنا يا رب يكلل مجهودك ويكلل تعبك، وانت دايما بتقول انا نجحت كده كده نجحت بالظبط. ففضل الله وجهتك لينا وتشريف تشريفك على الشاشه والوقت نجاح في حد ذاته. شكرا لاتصالك يا احمد حبيب. وكلامك جميل هو دافع لنا احنا كمان شخصيا كده ليك حبايب. هو بيقول انك بتدعمي الشباب، بس عايز اقول حاجه، ان شرط الشاب اللي يدعم ده ان هو يكون يستحق ده ويكون خير مثال، ان احنا لما نجيب حد يكون فعلا واجهه مشرفه، ان احنا نقول للناس اقتضوا بده او كونوا زي ده. وبرده ما بنمنعش اي مرشح، وبقولها عشان ما حدش يقول احنا واخدين اتجاه او اتجاه، احنا ما بنحس لاي حد الا اذا كان يستحق فعلا، ونتمنى ان لو في اي مرشح محتاج برضو يجي معانا ويعرض البرنامج الانتخابي بتاعه، ما عندناش اي مانع، سواء كبير سواء صغير كلهم على راسنا، وطبعا كلهم ناس محترمه اللي موجودين على الساحه. بصراحه احنا في وسط مجموعه كبيره قوي يعني طبعا. يعني طبعا. كلهم افاضل قوي، كلهم ناس افاضل وكلهم ناس محترمه. وطبعا احنا برضو من هنا، احنا احمد قال كلام جميل قوي لحضرتك. بالنسبه للكره بقى كلهم بصراحة، انا جايه بقى الحته بقى هنا عايزين نعلم عليها شويه. الكره عايزه حق، عايزه ناس تعرف الكره دي ان هي تبقى زي المدن. انت نزلت كره اصلا؟ عايزين امتى انت ورثت كره؟ نزلت كره كتيره جدا، نخليها زي المدن بالظبط. في مرافق واقعه في الكره كتيره، في بنيتها التحتيه، سواء كانت في ميه، في كهرباء، في صرف، في طرق، في وحدات صحيه، في مدارس، في تعليم، كلام من ده. ما عشان كده برضو بعد اذن حضرتك فضل. في حته هنا اللي احنا بنقول عليها اللي هي تطوير العشوائيات اللي سياده الرئيس طبعا عبد الفتاح السيسي بيعملها، اللي هو اعاده تنظيم وهيكله لحاجات عشوائيه، وده مشروع ناجح جدا. يعني اكيد الكره يعني جايه يعني طبعا من ضمن الخطه، بس الكره بس يعني مدنيتها عاليه عن العشوائيات، لان هي يعتبر عندها معظم المرافق، لكن تمام. جودتها مش موجوده. يعني هي المشكله في الطرق دلوقتي، الطرق والشتاء جاي طبعا والشتاء. وبعدين عندنا بلطيم والكره المجاوره ليها في الشتاء بتبقى تمام. حاجه صعبه يعني احنا بنناشد المسؤولين في مركز بلطيم، يعني خلاص احنا على ابواب والحمول وبيلا، لانهم ماسكين بالظبط. أيوة الحمول وبيلا، لان الطرق بصراحه في الشتاء بتبقى حاجه صعبه. أيوة عندنا جاي لي اكتر من شكوى والله، بيضروا ضرر شديد يعني. وانا قلتها بعد اذن حضرتك فضل. وقلتها وما زلت بقولها، قريه 58 القشعه ما زلنا بنقول في صرف هناك، في طرق هناك، في جزيره الورد زي ما احنا قلنا الحلقه اللي فاتت، في اكتر من قريه، المعديه، الحتت دي كلها فعلا الطرق هناك مكسره ومبهدله جدا. وجاي لنا شكوى تانية، طريق اسمه طريق الموت في قرية الخدمية. إن شاء الله هنروح له برضو وهنشوف الشكوى التانية. أنا عايزة أقول نقطة كده مهمة لفتت نظري امبارح وافتكرتها دلوقت. أنت كنت اللي عجبني جدا في أسلوبك أو في طريقة أدائك مع الناس، إنك لما وقفت في الشارع بدأت تتكلم وتقول إحنا عايزين المواهب الشابة العالم كله يعرف بيها، مش مصر بس، ان العالم بالزبط. كله يعرف بيها، والعالم كله يعرف ان مصر فيها شباب قادر، وشباب قادر انه ينجح وقادر انه يعمل حاجه بالزبط. حلوه جدا بالزبط. عندنا كفاءات في بلدنا جميله جدا، ولو تاملنا في البحث العلمي والتسجيلات البراءات الاختراع اللي بتحصل، هنعرف ان احنا عندنا مورد بشر عظيم نقدر ننافس بيه اي دوله في العالم. يعني مصر جميل. تستطيع ان هي تكون في الرياده بالنسبه للبحث العلمي. عندنا شباب فعلا عقليات فزة جدا، بس يعني محتاجة توجيه، محتاجة توجيه، وعارف ان الشخصية برضه بتبقى من البيئة المحيطة مش من المجتمع نفسه. البيئة المحيطة، ان اما بيكون شخص مثقف او شخص عنده قدر كافي يكسر الحاجز وعدي، في ناس بقى بينتقدوه او بيتريقوا عليه لحد ما لحد النهارده في ناس بتتريق عليا وانا دخلت الانتخابات علشان انا اصغر مرشح تقريبا موجود في وسط المرشحين. ده بيعمل ايه ده في وسط الحيتان؟ لا احنا حيتان زيهم بالفكر وبالعلم. هو مش كلام جميل، مش بالسن والحته دي عايزين نعرفها. كانوا حيتان بالمال، احنا حيتان بالفكر والعلم. حته جميله قوي اللي هي حيتان بالفكر ولسنا حيتان بالفلوس او بالمال، والفكر اللي بيجيب المال. كلام جميل، واحنا بنتعرض كلنا، معظمنا لما بيبدا ينجح برضه مديم احنا بناخد نقط ونعلم عليها، بنتعرض للتنمر، ودي مشكله الشعب المصري بصراحه بيعاني منها، اللي هو ان انا ابقى انسان ناجح او يعني باجي احقق حلمي واحط رجلي على اول السلم والاقي التنمر. انا عملت بحث قبل كده، كنت هقدمه في وزاره الثقافه عن اعداد مجتمع نحل ونمل في المجتمع البشري وكيفيه تدريس منهجهم لاعداد مجتمع بشري بيهم، وخدت تنمر كتير قوي فعلا في الموضوع ده. الفكره مش وقفني. يعني هم لو في ثقافه والناس يعني على قدر من الفكر في الاتجاه اللي حضرتك بتتكلمي عليه ده، هتلاقي كله بيشجعك.
المحيط بتاعك هيشجعك. احنا فعلا محتاجين الدعم تقدم. ومحتاجين ان احنا تقدم محتاجين ان احنا ناخد بالنا بس من النقط دي. بالظبط باذن الله موفق. اكمل البرنامج التعليمي. احنا عايزين بقى البرنامج اطفال. البرنامج التعليمي صح. لو تاملنا في مدارسنا احنا محتاجين جوده عاليه في التعليم، نطبق نظم الجوده الشامله في المدارس. كلام جميل. ولما اجي اطبق نظم الجوده في المدارس لابد ان انا اخد بعين الاعتبار المدرس. كلام جميل. لان هو اللي بيعد كادر قادر على المنافسه في سوق العمل بعد كده، وان هو يكون كادر ناجح في مجتمعه. فلابد من اعطاء المدرس حقه. كلام جميل. السالري بالنسبه للمدرس يعني احنا في المدرس يكاد يحاسب على اساسي 2014 250 جنيه. انت ليك صور طبعا معروضه على النت عايزين نعلق عليها. طبعا انت حضرتك في وسط ما شاء الله جمهورك والناس اللي انا مش عايز اقول لك ان الشارع والشباب مبسوطين بان في شاب بيمثلهم وبيتكلم بلسانهم برغم ان انت تعرضت لفئه بالزبط. احنا بنعتبرها الفئه يعني احنا عندنا حاجة عايزين نقولها برضو. احنا عندنا حاجة اسمها نقد بناء زي ما انا بقول بالزبط. ونقد هدام، بس احنا نحاول بقى نستغل النقد ده لصالحنا. احنا مش ضدنا، احنا مش بنتأثر بالسلبيات اللي حوالينا لان في ناس كتير بتحب ترجعك لورا. شايف حضرتك طبعا يعني دي كرة لفيت فيها على رجلي، دخلت المحلات والمقاهي ورحت الصيدليات والعيادات ودخلت كلمت المرضى وكلمت الشباب في الشوارع ودخلت المطاعم. شباب شايلينك طبعا ما شاء الله. انا قعدت تقريبا في الصوره دي اكتر من 4 ساعات شايليني ما نزلتش على الارض ما شاء الله. اكتر من 4 ساعات. حلوه الصوره دي قوي، مبهجه جميله. يعني تحسيك ان الشباب ما صدقوا ان في حد فتح لهم نافذه لل عايزين يتكلموا. احنا فرحنا جدا. احنا والله انا سمعت احد الناس عندنا في بلطيم راجل معروف قوي استاذ ناصر ادومه. الراجل ده انا بحترمه قوي، كلمته كلمه حره. قال كلمة جميلة قوي، قال احنا عايزين اللي يسمعنا. يعني سمعته في وسط ناس كده بيقول الكلمة بصراحة، يعني انا الكلمة دي عجبتني قوي. تمام. احنا عايزين اللي يسمعنا، وانا ابنهم لازم اسمع. ايوه لازم اسمع الكبار واسمع اخواتي الشباب واسمع اللي من دوري واسمع اللي اقل مني واسمع اللي اكبر مني. كلام جميل. عشان بقى انك هتسمع فاحنا محتاجين ان تاخد بالك من الحته دي عشان لما تنجح بقى انت اللي تقتنع. اسمع لا ان المدرسين اغلبهم بيبقوا محتاجين كورس في التنميه البشريه. برافو عليك. قبل ما يدرسوا. تمام. وكورس في علم النفس. تمام. لان فعلا اغلبهم بيأثر بالسلب على الطفل. السنه اللي فاتت كان في كتير قوي فيديوهات نازله على السوشيال ميديا. تمام. المدرسين اللي كانوا بيضربوا الطلبه، وفي نفس الوقت احنا كان عندنا جيل جميل قوي، جيل الاستاذ محمد ابو خشبه وجيل الناس دي كلها استاذ سيد عبد الباقي والناس المحترمه اللي كانوا عندنا في بلطيم. الناس دي علمتنا ان احنا يعني خلتنا جيل يقدر يعتمد على نفسه. كانت بتعاملنا بمنتهى يعني بحاجه جميله كده، عندهم اسلوب في كده. دلوقتي المدرس بيضرب معظمهم بيضرب وبتوصل المعلومه بحب. الطلبه فرحانين انهم قاعدين في البيت بسبب كورونا. طب انت ممكن تتكلمنا عن احتياجات في حضرتك قلت لي على نقطه التعليم والتنميه البشريه بالنسبه للمدرس. في قصه صغيره جدا ان كان في اذا سمحتوا لي يعني اتفضل. كان طفل ومتفوق جدا وفي الدول الاجنبيه بيعملوا حاجه اسمها الكسب المعرفي. يعني ابدا من الحضانه لحد ما يوصل جامعه اشوف الراجل ده او الطالب ده هيوصل لدرجه ان هو يكون عالم ولا لا. عن طريق الكسب المعرفي الكم اللي بيكتسبه. فكان في طفل صغير. الطفل الصغير ده كانت من ضمن النوابغ اللي موجوده في المدرسه. فوالدته تعبت. فلما والدته تعبت جالها كانسر. اسال الله الحفظ لجميع النساء المسلمين. فالطفل ده بدا مستواه يتدني. فالمدرسه بصت المدرسه الولد ده بدا هدومه تيجي مش مظبوطه. بدا مستواه يتدنى. فبدات تضربه ما تهتمش بيه. فاصبح مستواه يتدنى اكتر من ثانيه لثالثه الرابعه فمستواه رجع. فبيعملوا حاجه زي السي في كده، بيجيب المعلومات عن الطفل والمعلومات وقدرته وقدره ومقاس الذكاء والكلام ده. فلقت لما راحت تبحث لقت ان الطفل ده كان من اذكى الاطفال الموجودين في المدرسه والنوابغ. فقالت لا لازم اقف في حاجه. فلما سالت وعرفت عرفت ان هو امه لما اصيبت بالكانسر وتوفت ما عادش حد بيعيله وهو كان من النوابغ. ففي طبعا في اعياد الميلاد بره وكده فكل واحد بيجيب هديه. فكل واحد من الاطفال جايب هديه معلبه وشكلها ظريف وبتاع. فهو عايز يقدم للمس بتاعته هديه جميله. فراح جايب ازازه البرفيم بتاع ماما وقام حاططها في كيس اسود بتاع الزباله يا روحي. وقام رايح في عيد الميلاد فقام مقدمه للمس. فهي كانت قرأت وعرفت ان والدته توفت بسبب الكانسر. فلما لقته دخل بالكيس كل الاطفال بيضحكوا عليه. فقامت مميله الاطفال وقامت واخداه بالكيس وحضنها. واصبحت من اللحظه دي نقطه تحول في حياه الطفل.
هو فعلا واصبح بعد كده ان هو في حفل التخرج لما وصل الجامعه دعاها وادالها العقد كمان، كان مع البرفن العقد بتاع والدته. فهي داخله القاعه بتاع حفل التخرج وهي لابسه العقد وحاطه البرفن بتاع مامته نفس الريحه، فلما دخلت عليه نزل من على المنصه وحضنها، واصبح ان هو من اشهر معالجين للكانسر في العالم. ما شاء الله، لا اله الا الله. ففعلا في ناس كتير محتاجه تانية مشاريع في الدفع في المجال التعليمي. كانت فعلا قراتني رساله زي كده وكانت قالت كانت المس اخذت الطالب ده كان كله بيقول عليه غبي بالظبط، واخدته وبدات تغششه السؤال وتقول له بكره هتطلع تجاوبه لحد ما بقى متفوق. بالظبط، كانت والدتي اللي فعلا المدرس هو فعلا عليه، بص هو يعتبر الاساس بعد الاب والام. عشان كده لازم اريحه، لازم ارفع عن 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 اكتافه عبء تكاليف الحياه، لابد ان يكون له مرتب عادل يستطيع من خلاله ان هو يدي كل مجهوده جوه الفصل ويمتنع عن الدروس الخصوصيه. بالظبط بالظبط، وانا في نفس الوقت برفع الكاهل عن الابوين في البيت من الدروس الخصوصيه. عايز تقولها قبل ما اتفضلي حاجه مهمه يعني حضرتك تقولها في البرنامج سريعا عشان وقت البرنامج خلص؟ طبعا الوقت مع حضرتك خلص بسرعه. يعني انا اتكلمت في الصحه تقريبا برضو البرنامج الصحي الوحدات الصحيه محتاجه اهتمام. تمام. ومحتاجين ان احنا يعني نستخدم المتاح بالنسبه لنا في الوحدات الصحيه، لان امكانيات الدوله في الوقت الحالي يعني احنا عارفين ان بلدنا بتواجه مشاكل كتيره، ولازم نتكاتف ونقف مع دولتنا ونقف مع بلدنا، لان حب وطننا راسخ في قلوبنا. فاحنا لازم المتاح عندنا نستخدمه باذن الله، يعني يبقى في ترشيد للمتاح علشان نوصل لتحقيق الهدف ان احنا نعالج مثلا مرضى كتيره، نبقى مثلا العيادات الخاصه يبقى في حجب شويه علشان الاسعار. في ناس كل ده تستطيع بيرجع لحاجه واحده اللي هي الضمير، محتاجينه، محتاجين الضمير، محتاجين زي ما حضرتك سالتني سؤال قبل الحلقه، محتاجين احنا نفسنا بقى نعمل البلد شكلها ايه، عايزين اهم حاجه احنا كناس مع بعض نكون نقيين من جوه، نكون مخلصين، نتغير من جوه. ديكم شايفين الدنيا في لحظه الانسان ممكن هيغادر في ثانيه، يعني بيرحل في ثانيه، يا اما يسيب اثر طيب يا اما يسيب اثر سيء. يا ريت كلنا نكون نترك لبعض اثر طيب ونرحم بعض ونرتقي عشان ربنا سبحانه، ونعفو عشان ربنا يعفو عنا يا رب العالمين. وفي اللحظه دي بختم الحلقه، بدعي لكل اموات المسلمين، وبقول يا رب حلقه تكون عجبتكم، ومتشكره اول حضرتك استاذ رضا بجد. الوقت معاك ونورتنا جدا واستفدنا كتير، ومتشكره جدا لاسره البرنامج واسره القناه اللي وقفوا معانا النهارده وقفه كويسه جدا، اللي وراء الكاميرا طبعا اللي هم لولاهم ما كنا قدمنا الحلقه بالشكل ده. تمام، كان في حاجات كتيره هنقولها بس الوقت خلص، ان شاء الله يبقى لنا حلقه ثانيه او لقاء ثاني باذن الله. ومتشكره جدا لوقتكم، واشوفكم على خير الجمعه القادمه ان شاء الله لو لنا عمر. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.